اللجنة الزراعية تتابع عن كثب عمليات الحرق وعمليات تسويق المحاصيل سواء الحنطة والشعير. العام كان هناك حرائق كثيرة في مختلف المحافظات، لله الحمد هذه السنة مقارنة للعام الماضي أقل بكثير الحرائق، وخاصة في محافظة نينوى. أنا كان لدي تواصل مع السيد مدير عام الدفاع المدني سيد لواء كاظم، مشكورا قام بإرسال عجلات إطفاء تعزيز هذه العجلات في محافظة نينوى للحد من عمليات الحرق. موضوع مع استلام محاصيل الشعير تواجه مشكلة اليوم فلاح في محافظة نينوى بالخصوص، هناك الآلاف من طوابير السيارات واقفة في مراكز استلام الشعير. مواصفات جديدة صدرت مؤخرا مع الأسف الشديد من مكتب رئيس الوزراء. احنا طالبنا كلجنة زراعية نيابية بإعادة العمل على المواصفات الجديدة. اليوم كان عندنا مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، ممثل السادة النواب من جميع المحافظات، وإن شاء الله نتأمل خيرا.